أستاذة نامي عشان أبقى خلصت محور الممانعة لو صح التعبير. تابعت حضرتك البيان اللي صدر عن الحكومة مش كده؟ تعليقك عليه يا أستاذة نامي. طبعا تعليق عليه أنه يعني إحنا كنا محتاجينه من مدة طويلة جدا، لأن موضوع الولاية المالية وإحنا اتكلمنا فيها معاك يا فندم في حلقة من عامين. صحيح. الولاية المالية دي حاجة مهمة جدا للأم طبعا. هي القائمة على كل شيء في تنشئة أطفالها، ومفيش أي حاجة مجانا. ما هو العلاج محتاج مبلغ طبعا، التعليم، الأكل، المعيشة الكاملة يعني. فهي هتعمل إيه في كل ده؟ الولاية المالية يعني قبل حكاية الولاية المالية بعد الوفاة، الولاية المالية حتى بعد الطلاق، وقلنا قبل كده ملهاش الحق إنها تمضي إن ابنها يعمل عملية، ملهاش الحق إنها تفتح له أكاونت في البنك. صحيح. ملهاش الحق. هي لا تفتح لا تخدم. لا ما تتعاملش عليه، ما تتصرفش عليه، ما تتعاملش عليه، له الحق هو بقى، ما تتعاملش. طب ما يبقى او العم الى هم اللي يستحقوا. انا بتكلم يا فندم اللي هو حتى مش حكايه الوفاه، انا بتكلم بعد الطلاق. بتكلم بعد الطلاق. بعد الوفاه بقى انا عندي حالات في الحمله، يعني احب اقول لك ان عمام الولاد بيهددوها بقتل الولاد. يا نهار اسود. والله وانا كنت اتمنى يكون في مجال انها تعمل مداخله. يعني بيهددوها، عندها ثلاث أولاد، بنتين وولد، بيهددوها بقتل الأولاد. ده حق أخونا وده مال أخونا. بعد وفاة أبوهم الولاية اتنقلت للأب اللي هو الجد يعني جد. وبعد ما توفى اتنقلت لعم من الأعمام، والعم ده بيهددها بقتل أولادها علشان ده مال أخونا. طيب.